صباح النور والسرور، أهلا وسهلا بجميع الأصدقاء ديالي متابعات اللي عندي في القناة. مرحبا بكم في فيديو جديد، وكنطلب منكم تسمحوا لي على هذه الغيبة. هذه كنتمنى إن شاء الله نتوفق وما نبقاش نغيب عليكم ونرجع كيف ما كنت معكم قبل هاد السنتين. كنت كنحط لكم تقريبا يوميا فيديو، وسمحوا لي البنات بزاف. كنوعدكم ان شاء الله نبقى نحط لكم مره فيديو في الموديلات اللي جدادين وديال هاد العام ان شاء الله. فسنه 2025 ان شاء الله على الابواب، الله يدخلها لنا بالصحه والسلامه وطول العمر. وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد السيرفيطات اللي زوينين ما شاء الله، وحتى بخصوص هذا الموديل اللي كان ديجا العام اللي فات خرجوا فيه لي كولور زوينين كيف ما كتشوفوا. بغيت نشارك معكم حتى هاد الاحذيه الرياضيه اللي حاولت نحطها لكم، باش اللي عجبها شي موديل تقدر انها تعدل مع حتى شي كونفرسا اللي غتبغي تماريها مع الموديل. صراحه كيجيو زوينين مع بعضياتهم. اسمين البنات داتها لكم جد مناسبه. غنحاول نحط لكم لو بري ديال كل موديل على الموديل. ما بغيتش ندير حتى شي موسيقى باش هكا تسمعوا المعلومات اللي كنقول مزيان. بالنسبه للكليانات اللي ديجا كيعرفوني راه عارفين البلاصه اللي كنكون فيها انا يوميا، اللي هي كراج علال بمدينه الدار البيضاء، والتوصيل كنديرو يوميا لجميع المدن عبر اي وسيله ارسال قريبه الكنتيه. كاينين بزاف ديال الوسائل ديال الارسال ما عدا الامانه. البنات ما كنتعاملش مع الامانه بزاف بحكم اننا حنا في كازا كنخدموا يوميا، ما عنديش الوقت باش غنديبلاصا الامانه. دونك لا تقتي فيا اختي، مرحبا بك، صيفطي ليا الفلوس وغنصيفط لك اختي الموديل اللي عجبك. ما تحتاجيش انك تسولي عليا، راه غتكوني ديجا كتعرفيني وتعاملتي معايا. بحكم حنا القصريه اللي انا فيها حدايا بزاف ديال الوسائل اللي غيوصلوا لك الكوموند ديالك في مده 24 ساعه، ولا كنتي في كازا غيوصلوها لك في نفس النهار. الا كان عندك غير شويه ديال الشك في الجوده ديال الموديل، تواصلي معايا اختي وديري معايا ابي الفيديو ونوريك الموديل تشوفيه على الحقيقه. ما نقدرش نحط او نبارطاجي معكم شي موديل ماشي بحال الصوره، لحقاش الا توصلتي بشي حاجه ما عجباتكش انا اللي غنخسر السمعه ديالي. هادشي اللي كاين. كيف ما قلت لكم البنات ما نقدرش نتعامل مع الامانه، ومضطره ما ناخذ شي كوموند بلا افونس. ما نقدرش ناخذ شي كوموند بلا افونس. نقدر نخليكم على خاطركم، واللي بغاتني نصيفط ليها مع امانه سمعي اختي الشروط ديال الامانه، باش الا ما كانوش متوافقين معاك ما نديرش لك شي حاجه اللي غتخسر لك خاطرك. بالنسبه للامانه كاين ليفرورات اللي مختصين كيديبلاصاو الامانه، دونك الامانه غتطلع لك شويه غاليه. لحقاش ولات ب60 درهم حتى ل70 درهم باش غتوصل لك الموديل، وهذا الشيء راه غادي يزيد يطلع لك الثمن ديال الموديل. الموديل انت غتاخديه بثمن جد مناسب، ولا وصلت لك انا عبر شركه التوصيل اللي عندنا في قيصريه غادي يجيبوه لك حتى لمدينتك تقريبا. واخا تكوني كاع في اكادير او في طنجه، مدينه تكون بعيده، غيجيبوه لك ب 40 درهم او 45 درهم، توصل حتى لعندك في 24 ساعه او الماكسيموم اللي كنتي بعيده 48 ساعه اللي هي يومين. اما الامانه اختي غطلع لك شويه غاليه، غادي يطلع لك ب 60 درهم حتى ل 70 درهم. عاد الليفرور اللي غنكلفو انا باش يوصلها لك حتى الامانه، بحكم انا مع الخدمه ما كنكونش مساليه باش غندي بلاصه الامانه، الليفرور غادي يوصلها لك حتى الامانه ب 20 درهم. فشوفي الامانه بشحال غتقام عليك غاليه. كنفضل انك يا اختي تثقي فيا وديري معايا ابي الفيديو باش غنصور لك الموديل وتشوفيه والطاي اللي غتناسبك، وانا ديك الساعه غادي نصيفط لك اختي الكونت ديالي في اقرب بنك قريبه لك. الا قريب لك البنك الشعبي غنصيفط لك الكونت ديالي في البنك الشعبي باش تصيفطي ليا الفلوس ديال الموديل. هذيك الساعه فاش يوصلك انت خلصي التوصيل.
انا كتصيفط ليا غير فلوس الموديل فقط، حتى كيجيبوها لك اختي وانتي كتخلصي ليفغيزون 40 درهم او 45 درهم. الا قريب لك اختي البريد بنك نقدر نصيفط لك الكونت ديالي ديال البريد بنك، والا قريب لك السياج نصيفط لك الكونت ديالي في السياج، والا قريب لك التجاري بنك تجاري وفا بنك عفوا نصيفط لك الكونت ديال التجاري وفا بنك. باش لا كنتي خدامه وعندك هذاك البوز اللي كتغدي فيه، تخرجي في ديك الوقيته تفيرسي ليا وتصوري التوصيل وتصيفطي ليا، او سيغ بلاص نصيفط لك انا اختي الموديل مع شركه التوصيل. تتقولي ليا فقط كديري الكابتور اكرون الموديل اللي عجبك واللون اللي عجبك وبيان سيغ الطاي ديالك. الموديلات بعض الموديلات كيكونوا ستوندار، تلبسوا ال اكس ال دوبل فقط. بالنسبه لدوك السيرفيت اللي حطيت الاولين راه غنحط لكم الطايات اللي فيهم الام ال اكس ال دوبل. بالنسبه للسيرفيت اللي فيها التوب ديال الصوفا لوتوروت، هادوك كيبداو من ال حتى ل 3 اكس ال. بالنسبه لهذا الموديل ستوندار غنحط لكم لي طاي وجميع المعلومات، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. كنتمنى البنات هذا الفيديو ويجيكم خفيف، وما تنساوش لاول مره كتشوف القناه ديالي اشتركي في القناه، واللي عجبوك الموديلات بارطاجيهم مع صحاباتك والعائله. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يعاودوا البيع تواصلي معايا اختي، راه كندير جمله وتقسيط، راه عندي جروب خاص بالجمله. الاثمنه اللي كنحط هذه راه ديال القطعه يعني ديتاي، والتوصيل طبعا كيف ما قلت لكم كيكون لجميع المدن عبر اي ارساليه بغيتي نتيا، امانه ولا كاميو ولا لوكس ولا اجونس ديال غزاله ولا اجونس ديال الصاد، راه ما شاء الله ولاو بزاف ديال الارساليات اللي كيجيبوا لك الامانه حتى لقدام باب دارك حتى لاقرب بلاصه لك. يلا خليت لكم الراحه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.